في أول يوم دراسي يواجه الطلاب صعوبات للوصول إلى المدرسة بسبب البنية التحتية المدمرة في المخيم. الطرق المليئة بالحفر تعرقل حركة الطلاب، مما يبرز الحاجة العاجلة لتحسين الظروف لضمان سلامتهم وتعليمهم. يوم أول يوم دوام في المدارس، جيت أخذ أولاد ابني، إحنا سكان المخيم، جابوها ابوهم وامهم جابوهم الصبح، بس عندهم ولد صغير كمان، فامه هسه جاي انا اخذهم، بس البنت في الصف الاول والولد صف الثالث. الطرق صعبه كثير الليل، اليهود ردوا اجتاحوا كمان مره، خربوا كل الطرق، ما صعب عليهم، خفت لا يندبوا او يصير شيء لهم، خفت عليهم يعني. جيت استلمهم من المدرسه انا عشان اروح، لهم مش رايحين يعرفوا يمشوا هاي طرقهم لحالهم اصلا، رايحين يندبوا، لانهم اطفال صغار هذول مش رايحين يعرفوا. فيش طفل بيقدر يمشي هاي الطرق، انا بصعوبه كنت خايف اني اندب، انا بصعوبه كنت ماشي، اول شيء مجاري ومي وتراب جبال كلياتها، الطرق صعبه كثير يعني، انا كنت ماشي شوي شوي مش انا خفت اندب، كيف بديش اخاف على اولاد ابني يعني. رحت على المدرسه اليوم، امي وصلتنا، امي وصلتنا بس عشان الطرق كانت محفره، عشان الجوار والكزاز والاحجار والاشياء، ولو سمح الله إذا وقعنا بجورة هيك، عشان الشوارع كانت محفرة. لما رحنا على المدرسة وصلنا بصعوبة، وهسه لما خلصنا رحت جبت أختي وكنا رايحين نروح، بس كانت تغلبت ووقعت بجورة. اليوم هسه احنا كنا طالعين على المدرسة، ايش كل الرمل فوق بعض، وبيش مش عارفين نروح على المدرسة، والمدرسة بعيدة عنا. صبح أخذتنا، الصبح جابتنا ماما، وبعدين هو أخوي مروحني، لكن تاتي كانت بدها تروحني.